يا صباح الورد عليكم. النهاردة هعمل معاكم الكبدة والكلاوي، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة بالملح والفلفل وخلاص. يا سلام على طبق كبدة كده في الأجازة يوم الجمعة الصبح، نتجمع كلنا حواليه. يلا نشوف الطريقة. يا صباح الفل على كل حبايبنا، صباحكم ورد. معاكم فاطمة أبو علي، والنهاردة هعمل معاكم الكبدة والكلاوي. هنعملها بطريقة بسيطة خالص بملح وفلفل، وفلفل رومي وفلفل حار حسب الرغبة. دي مش كبدة اسكندراني، دي كبدة عادية بطريقتي، يعني كده هنشوحها بسيط. اللي يحب يحط عليها بصلاية مفرومة يحط. يلا مع بعض نشوف المقادير. معانا حوالي نص كيلو كبدة وكلاوي، واللي يحب يضيف الحلويات او القلب ممكن يضيفه كمان عليها. وهنحط ملح وفلفل، وكمان في خلطة توابل انا بعملها قوي، بعملها حلوة قوي، بالكباب الصيني وبالورق اللورة وبالحبهان. هنزل لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ومعانا معلقة سمنة ومعلقة زيت وفلفل رومي وفلفل حار. هي دي بس كل المكونات بتاعتنا. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. هنا المفروض الطاسه تسخن كويس. الحركه دي مهمه جدا علشان مش عايزه الكبده تنزل ميتها، عايزاها بسرعه تتشوح وتشرب الماده الدهنيه. في ناس بتحب تحط حته ليه عليها، بتدي طعم حلو ليها قوي. واللي مش متوفر ممكن يحط معلقه زبده كده بلدي، سمنه بلدي متسيحه، مع معلقتين زيت. انا عايزه الطاسه تسخن، مش عايزه الكبده تنزل ميتها، عايزه كده ايه التغميسه تبقى حلوه، يبقى طعم الفلفل باين في المادة الدهنية، ما تبقاش مية. كمان في ناس بتحب المية بتاعت الكبدة اكتر من الكبدة ذات نفسها. اول ما الطاسة كده تسخن هبتدي اول حاجة انزل بالكلاوي. انا بقى عايزة اسمع الصوت ده. الكلاوي بتاخد سوا شوية عن الكبدة، هديها بس تشويحة بسيطة وابتدي اضيف الكبدة. وكمان اهم حاجة لما نيجي نضيف الحاجة ما تبقاش كتير، ما تبقاش كمية الكبدة كتير علشان برضك ما تنزلش ميتها. شايفين ما فيش اي مية نزلت ازاي، وخدت تشويحة بسرعة، غيرت لونها بسرعة عشان الطاسة كانت سخنة والمادة الدهنية كانت سخنة. كده خلاص الكلاوي اتغير لونها وتشوحت كده، استوت نص سوا. ابتدي بقى في المرحلة دي اضيف الكبدة. بسم الله، اهم حاجة ما نزودش كمية كتير. بصوا حتى صوت الحرارة انخفض عشان في حاجة ساقعة نزلت على الطاسة. برضو هخليها تستوي وعلي عليها النار، هشوحها تشويحة وارجع لكم. وكده برضو بصوا الكبدة دخلت في السوا ازاي، عشان الحرارة عالية فهي بتستوي بسرعة. هي الكبده ما بتاخدش وقت، يا دوبك بس تشم النار ندفع عليها. لو قعدت اكتر من كده بتجلد والقيمه الغذائيه بتاعتها بتروح، وكمان طعمها بيبقى وحش. هنضيف بس عليها ملح وفلفل وخلطه التوابل اللي انا عاملاها، هتعجبكم جدا، عايزاكم كلكم تجربوها. وفلفل رومي وفلفل حار بس كده. هضيف هنا الفلفل الرومي الكميه اللي انتوا تحبوها، واللي يحب الفلفل الحار يحط، اللي ميحبش خلاص. بس بصراحة احلى حاجة كده انها تكون حراقة. وهنا بقى دي الخلطة اللي بقول لكم عليها، عايزاكم تجربوها هتعجبكم جدا. هنحطها وملح ابيض وفلفل اسود مجروش. انا بحب الكبدة لما بيكون فيها فلفل اسود مجروش، تبقى طعمها جميل جدا. سامعين بقى الصوت، مفيش اي مية نزلت. والفلفل خليه في الاخر عشان ما يتبلش، يبقى صاحي زي ما بيقولوا، يعني عشان يعمل يجرش كده في طعمه وتحسه بطعم الفلفل وريحته. هنشوحها تشويحتين ونطفي النار على طول ونقدمها. ورغيف سخن بقى كده مع حبه سلطه الطحينه، هو ده الكلام. خلاص كده الكبده بتاعتنا استوت وبقت زي الفل، ما خدتش 10 دقايق. الكبده حلوه، ولادنا بيحبوها وبيحبوا يشتروها من الشارع، بتجذبهم الريحة. احنا نعمل لهم الروائح والطعم في البيت، مفيش احلى من نظافة الاكل في البيت. وكده بقى ايه، عملنا لهم كبدة زي كبدة الفلاح، ويلا ناكلها بقى مع شوية طحينة ونقدمها مع بعض. كده بقى الكبدة بتاعتنا استوت وهنبتدي نغرفها. بسم الله.
بسم الله. بصوا شايفين بقى مفيش اي مية فيها ازاي؟ شايفين الواحدة بوحدتها ومفيش اي مية كده. طعم بقى التغميسة دي هيبقى حلو. هنا بقى نحط بقى في النص بقى كده ايه، عادي تزينيها، هي مش محتاجة اي تزيين، هي بتتاكل كده على طول. هنحط بقى في النص طبق الطحينة كده، وكمان بقى ايه الكبدة تحلى بحبة فلفل اسود على الوش. حلاوة بقى الكبدة بالفلفل الاسود المجروش، يا سلام هو ده حبيت. واللي يحب بقى كمان، في ناس بتحب تاكلها بعصرة ليمون، اللي يحبها بليمون ممكن يعصر نص ليمونة حسب الرغبة. أظني مفيش أسهل من كده. حلو كده بقى ندلعها كده بحتة جزر تكسر اللون، تكسر اللون كده، بس مفيش أحلى من كده. حبيت لو بقى تيجوا معايا تشموا الريحة بقى ولا طعمها، حاجة حلوة كده في الشتاء تدفي. والنهاردة الجمعة، جمعة مباركة عليكم، حلو كده ان ده يبقى غدانا مع شوية سلطة طحينة مع شوية عيش وطبق بطاطس محمر كده زي الفل. يلا صباحكم زي القشطة. وده كان طبق الكبدة بتاعنا، عملناه في 10 دقايق. ممكن كمان نقدم معاه طبق مكرونة محمر حباية وحباية، مكرونة حمراء بالصلصة. بصي بقى مفيش أسهل من كده، طبق سريع وسهل وطعمه حلو، ودي كبدة بقى طازة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، أنا بكون مبسوطة لما بكون معاكم، يا رب أنتوا كمان تكونوا مبسوطين. مفيش أحلى من تجميع العيلة، يا رب يديمها عليكم نعمة يا رب العالمين. واللي تعجبه الوصفة ما ينساش يشترك في قناتي مطبخ فاطمة أبو علي وصفحتي على الفيسبوك حبهان ومستكة. يا رب وصفاتي تكون بتعجبكم، وأنا بتبسط لما بكون معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.